هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب برايمري 1. مكملين مع بعض منهج كونكت بلس للصف الاول الابتدائي الترم الثاني. وصلت معاكم ليونت 7 ليسن 11، النهارده الدرس ال11، اخر درس في الوحده السابعه. تعالوا يلا نبدا ونقرا كلماتنا بطريقه اصوات الحروف، ونقرا درسنا كلمه كلمه، ونشرح الجرامر، ونحل كل تدريبات كتاب المعاصر. يلا استعدوا، يلا بسم الله. تعالوا نفتح الكتاب على بيج 39، ويلا نبدأ نقرأ كلمتنا. ودرسنا ده هنتعرف فيه على أسماء الوظائف باللغة الإنجليزية. يلا بينا. أول حاجة، أول وظيفة معانا هي وظيفة الطبيب، والطبيب اسمه دكتور. دكتور، السي بنطقها بصوت حرف الكي، دكتور. طيب رجل الإطفاء، الإنسان اللي وظيفته يطفي لا قدر الله لو في أي حريق، اسمه، بصوا بس قبل ما نقول اسمه، الجي والإتش دول ما بنطقهمش خالص، ماشي؟ يلا نقراهم بقى. فاير فايتر، فاير فايتر، فاير فايتر. عارفين الترجمة قوي ليها، يعني لو حد بقى عايز يدقق، فاير يعني نور، وفايتر يعني مقاتل، كأنه بيقاتل النار، فكأنه يعني هو بيطفيها، فاسمه راجل اطفاء فاير فايتر، فاير فايتر. الصحفي اسمه جورناليست، جورناليست، جورناليست. الطباخ اسمه شيف، شيف. السيمة على الايتش تديني صوت تشا تشا، الطباخ اسمه شيف، شيف. طيب تعالوا نروح لهنا ونحل مع بعض زي ما عودتكم في قناة انجليزي كل المراحل، بحل معاكم كل سؤال. يلا نحل كلمة ونرتب كده الحروف ونكتب الكلمة. هي تشف، اكتبها ازاي؟ ها لو انا قلت لك، بصوا انتوا مسكوا القلم يلا واكتبوا معايا، وانا هقول لكم الصوت تشا تشا. ها ايه هي؟ السي مع الايتش، تش اه اه، حرف الاي. ها تشف، حرف الاف، تشف، بس كده. طيب اكتب ازاي الكلمة الكبيرة قوي دي؟ جورناليست، سهلة خالص. بص، ج ج حرف الجي، جو او ها، وحرف اليو معاها، جر ر ار، حرف ايه ده؟ ار ها، جر ن ن، حرف ايه؟ ان ها، جر ن ا، حرف ايه ده؟ اي ل، حرف الال ها، إيه حرف الاي، س حرف الاس، ت ت حرف التي. يلا نقراها كده، جورناليست، بس كده. تعالوا نكتب كلمة دكتور، اكتب ازاي دكتور؟ د د حرف الدي، او او حرف الاو، ك ك حرف السي، ت ت حرف التي، او او حرف الاو، ار حرف الار، بس كده. تعالوا كده يلا turn the page ونروح لصفحة 40، ويلا نقرأ مع بعض كل وظيفة ونشوف ونتعرف على المهنة أكتر. بصوا هنا أول حاجة بيقول لك فارس، فارس، امشي معايا بالقلم كلمة كلمة. فارس is a firefighter. He معناها هو، he بدل فارس، الاسم هو اسم ولد فقال عليه he is wearing، هو بيرتدي a black jacket، jacket لونه اسود، and wear black panties، panties، panties بنطلون لونه اسود برضو. he is wearing، هو بيرتدي a yellow hat، طاقية لونها أصفر. تعالوا نشوف دينا، ودينا دي تشف، ونشوفها لابسة إيه. دينا is a chef. she، خلي بالك هي عشان هي بنت، قال بدلها، بدل اسمها she مش he، she is wearing a white jacket، هي بترتدي
jacket لونه أبيض. And a white hat وطاقية لونها أبيض. She is wearing هي بترتدي blue and white checked pants بنطلون لونه أبيض في لبني ومربع. تعالوا نشوف نمبر 3 كده، وهو دكتور اسمه تامر. تامر is a doctor. He is wearing هو بيرتدي a blue shirt قميص لونه أزرق and white coat. كوت معناها بلطو يا ولاد، ماشي؟ كوت كوت بلطو لونه أبيض، السي بنطقها ك ك كوت. طب تعالوا نشوف هنا بقى ريم دي بتشتغل ايه. ريم is a journalist. She is wearing black pants هي لابسة بنطلون لونه أسود and a black jacket والجاكيت لونه أسود. تعالوا نروح لبيج 41 كده، وهنا هنتعلم ازاي نسأل سؤال بهل. طيب علشان اعمل سؤال بهل في الانجليزي لازم ابدأ السؤال بفعل مساعد، لازم ابدأ السؤال بفعل مساعد. فهنا is دي فعل مساعد، هقول هل يبقى هبدأ السؤال بإز، وطالما سألت بهل يبقى لازم انت هتجاوبني بأيوة او لأ. فهنا هسأل وهقول is he wearing، وهقول هنا مثلا لو انا بقول على رجل الاطفاء ده is he wearing a yellow hat، هل هو بيرتدي طاقية لونها اصفر؟ لو قلت yes هقول yes اهو. وهعمل ايه؟ بصوا بقى ركزوا معايا، بدل is ما كانت الاول وهي كنت كاتباها تاني واحدة، لا انا هكتب هي الاولى واز دي تاني واحدة، ماشي؟ طيب تعالوا نشوف كده بقى هنا ازاي اسأل عن اللون. هقول ايه؟ what is the color of، color لون، و what معناها ما او ماذا، بسأل بيها عن الاشياء. what is the color of a doctor's coat، ما لون البلطو بتاع الدكتور؟ ها فبقول it's white، it's white. وخلي بالك هنا هو قال it بدل كلمة البلطو، ليه؟ علشان it دي ضمير معناه هو او هي لغير العاقل. it دي بعبر بيها عن حاجة مفرد، ودايما دايما بعد it بكتب is، وبكتبها بالطريقة دي، يا إما أكتب it is كده يا إما أختصرها وأكتبها it's كده apostrophe بدل حرف الأون، ونفس المعنى it is هو يكون و it's هو يكون، فرق النطق بس. بصوا بقى هنا، هسأل بهل يلا وانتوا هتجاوبوني. Is she wearing a coat؟ هل هي بترتدي بلطو؟ لا صح؟ طب هنقول نو ازاي؟ تعالوا نحل كده. بصوا هنكتب نو، وخلينا متفقين ان بعد نو او يس لازم نكتب كومة، تمام؟ اهو كتبنا كومة. يلا انتوا قولولي، هنا كان السؤال بدأ بإز وبعد كده شي، لا بدل is she انا هكتب ايه بقى؟ she is. لازم اكتب نفس اللي اتسألت بيه، اهو نزلت she و is، لخبطت بس ترتيبهم، صح؟ طيب يعني هنا is كانت number one و she number two، لا انا خليت she هي اللي number one و is number ايه؟ two. طيب بس علشان no لازم اكتب not هنا، no she is not، لازم no تيجي مع صاحبتها not. طب يلا نحل السؤال التاني. Is she wearing blue and white checked pants؟ هل هي بترتدي بنطلون لونه أبيض ولبني ومربعات؟ أيوة صح. يبقى هقول إيه؟ Yes أهو، واكتب كومة برضو، واكتب بعديها إيه بقى؟
بدل is she هقول ايه؟ ها she is، بس كده. مش هحط نوت عشان ايه؟ yes مش صاحبتها نوت، نو بس اللي بتيجي معاها النوت. تمام؟ طيب تعالوا يلا بقى نحل الاسئلة على درسنا علشان نتأكد ان احنا فهمنا. احنا دلوقتي في بيج 42، ويا ريت ما ننساش اللايك دلوقتي للفيديو علشان يظهر لكل الطلبة اللي محتاجين الدرس ده ويفهموه. نمبر 1 هنختار he a white hat. he لازم يجي بعدها فعل في حرف الاس، ولو ما هنا ما فيش فعل في حرف الاس لا، يبقى is wearing. he is wearing، هو بيرتدي. طب لو كتبت نمبر 2 تامر is a ايه؟ طيب انا مش عارف، بصوا هنعمل ايه هنا اهو، تامر is a doctor، دكتور طبيب. ينفع اقول تامر school، تامر مدرسة؟ لا، تامر is ايه؟ a doctor. number 3 she is a not. طيب انا مش عارفة هو journalist ولا firefighter. طيب لما انت تكون مش عارف، بص لما انت يكون عندك جملتين في جملة فيها ناقصة كلمة بتعرفها من الجملة التانية، الجملة التانية بتقول لك ايه؟ بتقول she is wearing a yellow hat، هي بترتدي طاقية لونها صفرة، يبقى هي مين؟ الفاير فايتر، الرجل الاطفاء. طيب تعالوا نشوف كده ازاي بقى نشوف الحرف الناقص نكمله. تعالوا نشوف، اسمعوا صوته، كل حرف له صوت، ماشي؟ كل حرف له صوت، عن طريق صوته هقدر ان انا اكتب اي حرف. صدقوني دي الطريقة بجد اللي هتخليكوا شطار جدا في الانجليش. بصوا كده جر ر ار ار، حرف ايه ده؟ ار. طيب هنا شف تش تش، حرف الصوت التش تش السي مع الاتش. طب هنا دك ك، حرف ايه ده؟ ك ك، حرف السي. ها فاير حرف ايه ده؟ الاف. برافو عليكم. طب تعالوا يلا نقرا الباسج ده ونحل الاسئلة اللي عليها. يلا يونس is a chef، يونس ها طباخ. he is wearing، هو بيرتدي a white jacket، جاكيت لونه ابيض. and a white hat، وطاقية لونها ابيض. he is wearing blue and white checked pants. طيب تعالوا نشوف يونس is a doctor. طب تعالوا نشوف في القطعة، لا هو قايل يونس is a chef، لا يبقى غلط. طب number 2 he is wearing a checked pants، تعالوا نشوف he is wearing a checked pants، ايوه صح، يبقى صح. طب number 3 he is wearing a white hat، he is wearing a white hat، فين الهات؟ صح، نفس الكلام اللي مكتوب في القطعة هو اللي يكون موجود قدامك عشان تقدر تكتب صح. تعالوا نشوف هنا السؤال الرابع، ازاي اقرا واوصل؟ نمبر 1 وات از، واستنى بقى هنا، طالما عندك لازم تربط بين حاجه وحاجه، طالما الكلام بدا بوات، طالما بدا بوات يبقى ده ايه؟ بصوا كده لو الكلام بدا بوات يبقى ده اداه وات دي اداه استفهام، وطالما بدات بيها الكلام يبقى ده سؤال، يبقى ده ايه؟ سؤال، يعني لازم في الاخر هتلاقي ايه؟ علامه استفهام. طيب بص بقى يا شطور، انت لقيت وات اهي، يبقى لازم في الاخر هتلاقي ايه؟ علامه استفهام. تعالى روح كده عند العمود بي كده، ها فين اللي فيه عمود علامه استفهام؟ اهو، يبقى هي دي الحل. واقرا كده وتاكد وات از ها هي ويرينج، ايوه صح، يبقى دي نمبر 1. طب نمبر 2 بقى رضوى از، رضوى از ايه؟ ها تعالوا نشوف، رضوى is some bread، بعض العيش، شوية عيش، لا ما ينفعش. a blue hat، طاقية لونها أزرق، لا. طب a journalist، a journalist صحفية. طب number 3 he is wearing، wearing يعني يرتدي، يبقى لازم أقول بعدها إيه؟ lips. خلي بالك لازم أعود طفل كده إنه يرتب الحل في مخه وبعد كده يمسك القلم ويحل. he is wearing، هو بيلبس، يبقى لازم هقول إيه؟ lips. يبقى اهو الطاقية اهي لبس، يبقى ابلو هات، بس كده. تعالوا نروح لبيج 43 ونكمل. طيب تعالوا نشوف بقى سؤال الترتيب هنا، علشان اكون جملة لازم اسأل طفلي واقول له ها ايه تكوين الجملة؟ تكوين الجملة فاعل وفعل. طيب الفعل عندك اهو سي، اكتب عليه نمبر 1، ناقص لك مين؟ الفعل، دور على الفعل كده، ها is اهو، يمكن
بتمشي على خطوات she is وبعد كده wearing تكملة الفعل هي ترتدي. طيب بعد كده أبدأ أكتب إيه؟ عندي اسم حاجة طاقية أهو وأداة نكرة وعندي صفة اللون صفة. طيب يبقى أنا كده هعمل إيه؟ هقول له لازم أداة النكرة الأول، أداة النكرة الأول أكتبها، وبعد كده في الإنجليزي ما أقولش بقى طاقية صفرة، لأ بقول صفرة الأول، اللون الأول، الصفة الأول، وبعدين الاسم. بس كده نقرأ الجملة على بعضها بقى. She is wearing a yellow hat. بس تعالوا نشوف number two. ها سما. طيب برضو جملة، دوروا معايا على الفعل، فين الفعل؟ is. وحط عارفة، خلاص أنا عارف إن أداة النكرة بتيجي قبل الاسم، يبقى هكتب أداة النكرة الأول اللي هي a وبعدين الاسم. طيب تعالوا نقرأ ونوصل. ها أول حاجة ريم is a chef. chef يعني طباخ، فين الطباخ؟ أهو this، صح. طيب number two عمر is a doctor. ها فين الدكتور؟ أهو. طيب أحمد is a firefighter، رجل إطفاء. this، برافو عليكم. سؤال البونكتويشن، علشان نحل سؤال البونكتويشن احنا قلنا ان لازم اول حرف في بداية الكلام سواء جملة او سؤال لازم اكتبه كابيتال ليتر. هنا عندي حرف الاتش، اهو اكتب حرف الاتش. طب وفي الاخر يا شطار نكتب فول ستوب علشان دي جملة. بس كده اكون حليت معاكم كل تدريبات كتاب المعاصر. يا رب تكونوا استفدتوا. باي باي.